Millions of Homo sapiens across the globe frequent this urban wilderness. Today, we will take a look into these strange places and show you the gym. Good evening, healthy fitness. في أحلى من الرياضة يا جماعة؟ يعني في أحلى من تظبط حياتك. بقول المثل نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف ما بيتغير شيء بالدل تعتير. قلنا يعني هات نسجل بالنادي، منه منظبط جسمنا، منه منظبط شيء وحدة. رحت أول يوم كان يوم تنان، لقيت النادي فاضي، يعني بتكب صحنة 3 كيلو بتسمع صوته، بتسمع رنته. قلت أنا شكل رياضيين بعطلوا نهار التنان مع الحلقين. قام طلع في بنت عم تعمل إجرام بآخر النادي بالزاوية. وباي كونسيدنس، باي كونسيدنس فجأة يعني، باي كونسيدنس بالعربي يعني بكايصر، باي كونسيدنس عشان أنا ما بعرفها. يعني الشباب كلهم مجمعين طلعوا حد البنت اللي عم تعمل بالزاوية إجرام، فكبست أنا معهم لهنيكي رحت عملت معهم إجرام وبلشت أكتشف عالم النوادي. أول شيء عندك يعني كذا نوع، عندك اللي مسجل بالنادي كرمال المراية، هذا مش إنه هو وعم يتمرن بقب نظرة على المراية، لا، هيدا دافع اشتراك ليوقف كل الوقت قدام المراية، وإذا بقى معه شوية وقت بيتمرن. احيانا بصير يكب نظره على المرايه بطرف عينه انه انا لمحت حالي بس بدون ما انتبه، يعني اسم الله علي ما احلاني، هيك بيصفقها هو على الباي والتراي. بيجي عندك مشترك بالنادي اللي بس مفكر حاله مشترك مثلا بذا فويس، انا اول ما يبلش يتمرن على كل حركه اوه هي هي هو شير ها، وبيجي واحد يساعده بالحركه تبعيته بصيروا بيعملوا ديو يا وحدك يا بطل وان مار تشامب تشامب الله يحميك لا خلصني منك ومنه باللي تسرق ستر انت وياه، هيدا نادي مش غني لي تغني لك قضيها قرقر. وفي عندك اللي مسجل بالنادي بس ما بيجي، بس هذا على صحة السلامة مطمن باله انه انا مسجل بالجيم يعني، بس هو ما بيجي، نفر. اهم شيء جماعة البروتينات. ما في حل، مثل تجار المخدرات هالي، يعني كل حياتهم بودرة وتعاطي وخاض على أسامي غريبة يعني، بروتين، كرياتين، جلو، جلوتامينين، نفتالين، علاء الدين، تمر الدين، كله أمر الدين، كله عم يكروع، ما حدا فهمان شيء من شيء، كله برضوها هيك، بيبقى ناتع شوي وزنه 10 كيلو بقول لك هيدا إذا بتشربه كله بزيدك 2 كيلو، يا حبيبي ما أنا على صحة السلامة إذا أكلت هوا زيادة شوي عرفت بنصح 2 كيلو، شو يعني شو الاختراع بالموضوع؟ مش عم بفهم. واهم شيء يا جماعه البنات، لا يعني صدي البنات عالم تاني، البنات بينزلوا على النادي يعملوا فوتو سيشن ومقضين على السوشيال ميديا، بيجي كوتش بقول لها بونجور شو عندنا اليوم؟ بتقول له بعد عندي 2 سناب وواحد انستغرام، قصدي بعد بدي صورتين يعني وبخلص، لا حقيقه بعد عندي جولتين كتير. بعدين شو قصدك يا كوتش؟ يا بيرسونال تريننج انت يا بيتي، انتبهوا بقولوا لها بيروت بيتي، هلا كل واحد عمل لي 2 بوش اب وحضر فيلم لسيلفستر ستالون صار اسمه كاتش، يعني البعض منهم عم نحكي مش كلهم، صار بده يعطي نصائح للعالم، جلس ظهرك، علي كتافك، شد طقك، قال بيض، اشرب شوفان، هو طولوا بالكم علينا، بالنهايه بدي اقول يعني المفروض انه بالاخر نقول كلمه يعني مشترك بالنادي، اذا بدك تعرف حالك اذا انت رياضي حقيقي او لا، اشترك بنادي ما بقلبه مرايات، واترك تليفونك برا قبل ما تفوت على التمرين، اذا ضيانت هون بتكون انت ريل سبورتيف، واذا ما ضيعت روح اشترك بنادي الشطرنج لانه نو بين نو جين. جود ايفنينج هيلثي بيبول.